بدينا ننظفوا في المحيط والشوارع، هم هم رابحين منا هذيك، وهم ثاني يخزرونا بعين اخرى. عمرها الخدمه ما فيها محقرانيه، ثاني يجيب في خبزته خير من اللي يسرقه ويختم، خير من المد في يديه. هذا معانيت منها اني البرويت هذا نمشي حي رفاه، نمشي المنازة نجيب الخير والبركه، فك السيف يا رمضان، فهمتني؟ كان مبرمش يعني ساعة ما تكفيش روحك حتى في المصروف، كان عندي 3 صغار مانيش مكفيتهم حتى في شيء، تو الحمد لله لاباس. يعني ظروفي تحسنت بالحال، دخلت نخدم في المعمل تحسنت، ثم سنسيس باش نداوي انا وليدي، فما برشا حاجات، فما فيش تبين تاعي، فما انتريتي مرة أخرى، فما حاجات باهية.